بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. آمين آمين آمين. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال شيخ الإسلام في مقدمة شرح البخاري: الجواب من حيث الإجمال عما انتقد عليهما، أي على البخاري ومسلم، أنه لا ريب في تقدم البخاري ثم مسلم. وهنا الحافظ ابن حجر هيتكلم على أو في الرد على منتقدي البخاري ومسلم، والرد على هؤلاء المنتقدين إما يكون من حيث الإجمال أو من حيث التفصيل. فهو هنا أولا سيتكلم من ناحية الإجمال. فالرد على المنتقدين من حيث الإجمال أن البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى كانوا من متقدمي عصرهما، فكانوا في هذا العصر لا يتقدم عليهم أحد، وشهد لهم معاصروهم بالتقدم وبالرجحان وبالتميز. فهذا من حيث الإجمال، لا ريب في تقدم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل، فإنهم لا يختلفون، أي أئمة الحديث لا يختلفون، أن ابن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث. هو هنا حيشرع في الكلام على أسباب تقدم البخاري ومسلم على غيرهما. ما السبب في ذلك؟ أن ابن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك. يبقى لما نقول ابن المديني أعلم الناس بالعلل والبخاري أخذ عنه هذا العلم، وبالتالي طبعا مسلم أخذ عن البخاري هذا العلم، فيبقى إيه؟ هما أعلم بعلل الحديث من غيرهما. ومع ذلك، يعني مع أن البخاري قد أخذ عن ابن المديني علم العلل، فكان ابن المديني إذا بلغه عن البخاري شيء يقول: ما رأى مثل نفسه. يعني الإمام البخاري نفسه ما لم يرى أحدا مثل نفسه. ومن اللي بيقول عليه كده؟ ابن المديني شيخه اللي هو أعلم الناس بالعلم. وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد ذلك الذهلي كان من أقران البخاري. محمد بن يحيى الذهلي كان من أقران البخاري، وعندما سألوا أو جاء محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى إلى ميسغور أو بخارى، فسألوا محمد بن يحيى الذهلي عن البخاري، فقال لهم: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فتعلموا منه. وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد ذلك منه الشيخان جميعا، أي البخاري ومسلم. وكان
كان الدارقطني يقول من أراد أو من أحب أن يعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل الزهري لمحمد بن يحيى الذهلي، عايز تعرف الفرق بينك وبين علم السلف شوف انظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى الذهلي. وكمان مين اللي بيقول كده؟ ده الدارقطني، الدارقطني اللي هو من أعلم أهل الأرض بعلل الحديث. وقال مسلم عرضت كتابي على أبي زرعة الرازي فما أشار أن له علة تركته، فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة غير مؤثرة عندهما، يعني وارد أن الحديث يكون له علة ولكن هذه العلة غير مؤثرة على الإطلاق، وإلا لو كانت مؤثرة لما أخرجاه في كتابيهما. فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما. إذا كان هما تقدموا على غيرهم، فاللي يأتي وينتقد الأحاديث التي في البخاري ومسلم معارض لهما، ومع كونه معارض لهما فهو أقل منهما رتبة. ليه؟ لأنهما تقدما على غيرهما. يبقى في هذه الحالة نأخذ بقول من؟ الأعلى، نأخذ بقول الشيخين ولا نلتفت إلى قول من يعارضهما. لماذا؟ لأنه ليس في مرتبتهما. ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. طيب، وأما من حيث التفصيل لا، هو أحاديث الزهري، الأحاديث التي رويت من طريق الزهري، لأنه كان ملازما له. محمد بن يحيى الذهلي كان أعلم الناس بحديث الزهري وكان ملازما له. وبالإضافة إلى كده أن بعض العلماء تكلم في حديث الزهري، بعض العلماء تكلم في أحاديث الزهري وأكثر من ذكر العلل فيه، فلذلك خص هنا بحديث الزهري. وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما ستة أقسام. هنا بقى هنتكلم من حيث التفصيل، وده يدل أيضا على سعة علم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أنه يعني استقرأ أو علم ذلك بالاستقراء والتتبع للأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم، فوجد أنها تنحصر في ستة أقسام. الأول ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريقة أو بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود. يعني إذا أخرج صاحب الصحيح طريقا فيه زيادة والمنتقد قال أن هذا فيه نقص وهذه الزيادة خطأ فهو تعليل مردود. لماذا؟
لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر. ليه لا تضر؟ لأنها زيادة ثقة، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه. واضح النقطة دي؟ يعني في شيخ بيروي عن شيخه في البخاري أو مسلم، فجي من انتقد على البخاري أو مسلم قال لا ده في شيخ ساقط في المنتصف، في واحد ساقط في المنتصف. طب هذا أليس واردا أن يكون هذا الراوي قد سمعه من هذا الراوي من شيخه مرة ومن هذا الراوي عن شيخه مرة أخرى؟ وارد، وكثير ما يحدث هذا. فيبقى إذن هذه أو هذا النقد لا يضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع، والمنقطع ضعيف، والضعيف لا يعل الصحيح. يعني إذا كان مثلا البخاري أورد للحديث طريقين، أحدهما حنفترض أنه منقطع والآخر متصل، هل المنقطع يؤثر في المتصل؟ لا، المنقطع هو منقطع لوحده فلن يضر المتصل على الإطلاق. واخدين بالكم النقطة دي؟ وحيضرب مثال على هذا. ومن أمثلة ذلك ما أخرجاه من طريق الأعمش، أي البخاري ومسلم، يعني من طريق الأعمش عن مجاهد. خلي بالكم بقى من الإسناد، تنبهوا كده للإسناد وإحنا ماشيين. الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس في قصة القبرين. إيه قصة القبرين دي؟ إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فجي بقى الدارقطني قال إيه؟ قد خالف منصور. منصور خالف مين؟ الأعمش. فقال عن مجاهد عن ابن عباس. يبقى مين اللي سقط هنا؟ طاووس. ومنصور أوثق من الأعمش. هذا طريق آخر، طريق آخر. البخاري أخرج الطريقين، طريق في طاووس وفي طريق ليس فيه طاووس. الذي في طاووس من طريق الأعمش، والذي ليس فيه طاووس من طريق منصور بن المعتمر. فقال عن مجاهد عن ابن عباس: وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاط طاووس. ماشي، يبقى البخاري إيه؟ أخرج الطريقين. واضح؟ قال مين اللي قال بقى؟ هو الظاهر هنا إنه هو البخاري، لكن القائل الترمذي، الإمام الترمذي. يعني إيه؟ أنا لم أجد قولا للبخاري في هذا، ولكن الذي قال هذا هو من؟ الترمذي، عندما روى هذا الحديث. والترمذي تلميذ البخاري. فإيه ماذا قال الترمذي؟ قال: وحديث الأعمش أصح.
وحديث الأعمش أصح. والدليل على إن حديث الأعمش أصح أو من القرائن على أن حديث الأعمش أصح أنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. طريق الأعمش دي أوردها أصحاب الكتب الستة. طب طريق منصور لم يورده إلا البخاري وأبي داود والنسائي. لا ليس منكرا. نعم ليس منكرا. لماذا؟ اللي احنا قلناه في الأول، هو مش وارد ان يكون مجاهد سمعه من طاووس مرة وسمعه من ابن عباس مرة؟ وارد. فمجاهد يروي عن طاووس ويروي عن ابن عباس، فوارد أن يكون سمعه من طاووس مرة وسمعه من ابن عباس مرة. نعم سمعه مرتين، وخاصة أن الاثنين أئمة، الأعمش إمام حافظ وكذلك منصور. نعم منصور أوثق وأحفظ من الأعمش، لكن الأعمش أيضا إمام وحافظ، ونستطيع أن نجمع بين هذين بما قلت أو بما قاله الحافظ، إنه يسمعه من هذا مرة ومن هذا مرة. قال وحديث الأعمش أصح. قال شيخ الإسلام وهذا في التحقيق ليس بعلم، أي ما قاله الدارقطني إنه في رواية منصور لا ليس فيها طاووس، هذا ليس بعلم. لماذا؟ فإن مجاهدا لم يوصف بالتدليس، مجاهدا لم يوصف بالتدليس، فلو كان موصوف بالتدليس كان هو هيبقى إيه سمعه من طاووس وهيقول أنا سمعته من ابن عباس، لكن هو إيه ليس موصوفا بالتدليس، فلما يقول عن طاووس يبقى هو سمعه من طاووس. وقد صح سماعه من ابن عباس، مجاهد سمع من ابن عباس، ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، والأعمش أيضا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة سواء الأعمش أو منصور، والإسناد كيفما دار كان متصل. ليه متصل؟ لأن مجاهد سمع من طاووس وسمع من ابن عباس، سمع من الاثنين. وقد أكثر الشيخان من تخريج هذا مثل هذا. يبقى دي أول إيه؟ أول حاجة، أول إيه قسم. يعني إيه القسم الأول؟ هنقسمه إلى جزئين. الجزء الأول ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، وصاحب الصحيح هيخرج الطريقة الايه المزيدة. طيب الجزء الثاني من القسم الاول ايه؟ وان اخرج صاحب الصحيح الطريقة الناقصة، العكس بقى، وعلله الناقد بالمزيدة، عكس المثال الاول، تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف. في الحالة دي هيبقى الايه الاسناد منقطع، فينظر ان كان الراوي صحابيا او ثقة غير مدلس قد ادرك من روى عنه ادراكا بينا او صرح بالسماع منه بالسماع ان كان مدلسا من طريق اخرى، فان وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك. يبقى لما يجي صاحب الصحيح يروي الطريق الناقصة دي، وهذا الراوي صحابي أو ثقة أو غير مدلس أو مدلس ولكنه صرح بالسماع وهو ثقة،
يبقى في الحالة دي الاعتراض ليس له وجه. وإن لم يوجد وكان الانقطاع ظاهرا فمحصل الجواب أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له سائغ وعاضد وحفته قرينة في الجملة تقويه، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع. يبقى معنى كده إن صاحبي الصحيح لا يوردان هذا المثال بمفرده، يعني إيه؟ ما يجيبش حديث منقطع ويكون هو الوحيد في الباب. ممكن يورد هذا الحديث المنقطع كعاضد ومقوي للطريق المتصل الذي ذكره أولا، ويأتي بهذا الحديث المنقطع لإيه؟ من باب الاستئناس. نعم؟ لا، سائغ يعني مقوي، سائغ يعني مقوي، ويسوغ قبول الحديث الايه السابق، يعني ايه زيادة في الطريق، فيكون ايه من باب التقوية ايه للحديث الايه السابق. مثاله ما رواه البخاري من حديث أبي مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة، أو أبي مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. السيدة أم سلمة كانت في الحج وعايزة تطوف، والرجال يعني يتزحمون على الكعبة يطوفون بها، هي مش عارفة تطوف. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ والناس كده بيصلوا الفجر، تعالي أنت طوفي من وراه على بعيرك، إلى آخر الحديث. قال الدارقطني: هذا منقطع. ليه يا سيدنا الدارقطني هذا منقطع؟ قال: وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة. يبقى ايه عايز الدارقطني يقول ايه؟ ان زينب هي يعني طريق البخاري دي منقطعة لان ما فيهاش زينب. لا، تابعية. فكان المفروض يبقى هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة. بخاري إيه ما جابش الرواية أو الإسناد اللي فيه زينب، يبقى الإسناد ده إيه منقطع. ووصله مالك في الموطأ عن أبي الأسود عن عروة كذلك. يبقى عن عروة عن إيه؟ عن زينب. قال شيخ الإسلام: حديث مالك عند البخاري اللي هو فيه إيه؟ فيه زينب، يعني معنى كده إن البخاري روى أيضا طريقين، طريق اللي فيه زينب والطريق الذي ليس فيه زينب. جه الدارقطني وقال الطريق الذي ليس فيه زينب ده منقطع، في انقطاع في الإسناد. نعم. نعم. لا لا لا. هو البخاري روى الطريقين في إثبات زينب وعدم إثباتها. البخاري رواه من طريق مالك. ايه المشكلة في كده؟
الإمام مالك رواه في الموطأ، والبخاري رواه من طريق مالك، يبقى لما هيرويه من طريق مالك هيرويه إيه؟ بإثبات زينب. حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان. يعني إيه؟ يعني هو ذكر الطريقين مع بعض، مقرون بحديث مروان أبي مروان الذي ليس فيه زينب. وقد وقع في رواية الأصيلي عن هشام، رواية الأصيلي دي من روايات البخاري، عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة موصولا، وعليها اعتمد المزي في الأطراف. ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب. يبقى في روايات تسقط زينب وروايات تثبتها. طب إيه الحل بقى في القصة دي؟ قال أبو علي الجياني وهو الصحيح. إيه هو الصحيح؟ اللي هو إسقاط زينب. طيب لما يبقى الصحيح إسقاط زينب، يبقى اعتراض الدارقطني إيه؟ مردود. وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن سليمان ومحاضر وحسان بن إبراهيم كلهم عن هشام وهو المحفوظ من حديثه. وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب، ثم ساق معها رواية هشام التي أسقطت منها، حاكيا للخلاف فيه على عروة كعادته. البخاري عايز يبين إن في خلاف في هذا الإسناد، بعضهم يثبت زينب وبعضهم يثبتها وبعضهم يحذفها. شو بقى الحافظ بيقول إيه؟ مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بمستبعد. ليه ليس بمستبعد؟ لأنه نعم؟ لا مش سامع منها، وبيقول إن سماعه منها مش بعيد، يعني ممكن يكون سامع منها. ليه؟ قال لك لأنه أدرك من حياتها ما يزيد عن 30 سنة. أدرك من حياة أم سلمة ما يزيد عن 30 سنة، وكانوا الاثنين في بلد واحد، فهل يبعد مع هذا أن يكون عروة قد سمع من أم سلمة؟ لا يبعد. فلو أسقط زينب يبقى الحديث متصل ليس بمنقطع. يعني الإسماعيلي أيضا هذه رواية من روايات البخاري. لا لم يثبت. احتمال. طب ما هو لما يجي هشام، لما يجي عروة ويقول عن أم سلمة، يبقى الظن في عروة أنه قال عن أم سلمة هو لم يسمع منها في هذه الرواية. ده الرد عليه من وجوه. أول حاجة إن البخاري أورده، ومعنى إن البخاري أورده أنه كان مطمئنا إليه.
طيب النقطة التانية اللي احنا ذكرناها، هل سماع عروة من أم سلمة مستبعد؟ ليس بمستبعد. طب هل عروة ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة. مدلس؟ لا مش مدلس. طب لما يقول عن أم سلمة يبقى هو سمع منها ولا ما سمعش في هذا الحديث؟ يبقى سمع. فكل الاحتمالات يعني الاحتمالات وإن كان احتمالا إلا أنه احتمال قوي. خد بالك؟ مالها؟ لا عروة وأم سلمة كان في مكان واحد، وعروة أدرك من حياة أم سلمة ما يزيد عن 30 سنة، فأم سلمة تبقى معاه في قرية واحدة وأدرك من حياتها 30 سنة وما راحش في مرة كده سمع منها حاجة، لا ده هذا أيضا مستبعد. إسقاط زينب. نعم. ليه قال وهو الصحيح؟ لأن معظم الروايات على هذا، وحيتقال نفس الكلام اللي قلناه قبل ذلك، يعني أليس من الوارد أن يكون عروة سمعه من زينب وسمعه من أم سلمة أيضا؟ وارد. الصحيح الرواية لأن أكثر الروايات على إسقاط زينب. لماذا؟ كيف تحكم عليه بالانقطاع؟ ماشي، لكن احنا نقوي اي الاحتمالين؟ نقوي احتمال سماعه منها. لماذا؟ لان عروة ثقة وليس بمدلس، والبخاري اخرج هذه الرواية في الصحيح، فيبقى ايه يتقوى عندنا احتمال انه قد سمع منها. وكذلك إيه إنه عاش 30 ما يزيد عن 30 سنة، أدرك من حياة أم سلمة ما يزيد عن 30 عاما، وكان في مكان واحد. كل هذه احتمالات تقوي سماع عروة ابن الزبير من أم سلمة رضي الله عنها. قال وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع. لماذا؟ لكونها مروية بالمكاتبة والإجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ ذلك، فالمكاتبة والإجازة عند كثير من العلماء في حكم الاتصال، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحته عنده. كون الإمام مسلم مثلا يخرج في صحيحه حديث من طريق فيه مكاتبة أو إجازة، فده دليل أن الإمام مسلم نفسه يرى صحة المكاتبة والإجازة وأنها في حكم المتصل. Yeah.
انت بتقول قال، دي قول مين يعني؟ قول ابي علي الجياد. وربما كان قول الحافظ، دي محتاجة يعني ايه مراجعة. ربما كانت قول أبي علي الجياني، وربما كانت قول الحافظ ابن حجر. طيب يبقى ايه الحافظ؟ الحافظ ابن حجر. القسم الثاني، يبقى احنا قلنا القسم الأول انقسم إلى جزئين. طيب القسم الثاني الذي انتقد فيه النقاد أحاديث البخاري ومسلم، إيه هو؟ ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. والجواب عنه أنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد. زي ايه مثلا؟ حديث البخاري اللي هو حديث سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ايه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت والمرسلات، يعني سورة المرسلات. البخاري ايضا اورده من طريقين. الطريق الاول إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وأورد له طريقا آخر إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. يعني مرة إسرائيل يقول عن الأعمش، ومرة يقول عن إيه؟ عن منصور. والأعمش ومنصور زي ما احنا قلنا قبل كده الاثنين حفاظ أئمة. فبيقول حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد. منصور والأعمش يعني قريبين من بعض في الحفظ، ده حافظ وده حافظ. أي نعم، منصور أوثق شوية وأحفظ، لكن الاثنين حفاظ. والعدد ده واحد وده واحد. والبخاري أخرج الطريقين. فهل بقى يأتي واحد ويقول إن حديث البخاري هذا مضطرب؟ ليه يا عم مضطرب؟ قال لك لأنه مرة قال عن الأعمش ومرة قال عن منصور. لا، مش ده الاضطراب. فليس كل اضطراب، كل اختلاف يوجب أن يكون الحديث مضطربا. ودي قاعدة حتى الإمام السيوطي هيقولها، أو متفاوتين. يعني هنفترض أن في مثال الأعمش ومنصور ده، أن واحد فيهم حافظ كبير أو إمام كبير، واحد أقل، مش زي بعض. يبقى ساعتها هناخد انهي طريق؟ الطريق الراجح اللي فيها الامام الحافظ، والثاني يكون مقوي له وعاضد له. فيخرج الطريقة الراجحة ويعرض عن المرجوحة او يشير اليها. إما أنه هو ما يذكرش الطريق المرجوحة أصلا، أو يشير إليها، يعني يقول لك خلي بالك في طريق آخر
وهذا الطريق إيه؟ مرجوح. فالتعليل بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قاضح، يعني مجرد الاختلاف، مش أول ما تشوف اختلاف كده يبقى إيه في اضطراب، لا. خلي بالك بقى من الجملة الجاية، الجملة القادمة مهمة. إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف. دي قاعدة مهمة، يعني مش مجرد ما تلاقي أي اختلاف تقول إن الحديد ده مضطرب ويبقى كده، مادام هو مضطرب يبقى ضعيف، لا. فليس كل اختلاف إيه يوجب الضعف ويوجب الاضطراب. أمال إيه الاختلاف الذي يوجب الضعف والاضطراب؟ الاختلاف الذي يشعر بعدم الضبط. ده هم اختلفوا عشان الرواه ليسوا ضابطين، في قلة في الضبط، فاختلفوا، واحد يقول حاجة والتاني يقول شيء آخر، يبقى حينئذ إيه؟ هذا هو الاختلاف الذي يوجب إيه؟ الاضطراب والضعف. زي مثل حديث إيه مثلا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود. هذا الحديث يرويه بعضهم مرسلا قطعا وبعضهم متصلا، فيبقى لا، يبقى هنا هذا يشعر بعدم الضبط من الرواة، وبالتالي يؤثر في ضعف الحديث. أما كون مجرد الاختلاف كده يبقى نقول على الحديث مضطرب، لا، خاصة إذا كان الرواه من الأئمة والحفاظ والمتقنين. طيب، لا، المرجوح اللي هو غير الصحيح اللي فيه انقطاع، الراجح هو الذي إيه فيه، الذي هو المتصل، المرجوح الذي فيه انقطاع. فالصاحب الصحيح إما لا يذكر الطريقة المرجوحة، أو ربما يذكرها ويشير إليها، أي يشير إلى ضعفها أو انقطاعها. الثالث، أي القسم الثالث، ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أو أضبط، وهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية. يبقى الزيادة التي يذكرها الراوي لم يذكرها من هو أكثر منه ضبطا أو حفظا أو عددا لا تؤثر في التعليل، ولكن هذا إيه بشروط. إيه الشرط الأول؟ أن تكون الزيادة منافية. نعم، لا مش فاهم. في السند، في السند، وربما تكون في المتن، ولكن الايه الاكثر يكون ايه في السند، الا ان كانت الزياده منافيه بحيث يتعذر الجمع. يبقى اول شرط عشان هذه الزياده لا تؤثر في تعليل الحديث الايه ألا تكون منافية لرواية أخرى أصح منها فيتعذر الجمع بينهم.
طب الشرط وإلا فهي كالحديث المستقل. طب الشرط الثاني إيه؟ إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر، وسيأتي مثاله في المدرج. يبقى الشرط الثاني ألا تكون هذه الزيادة مدرجة من الراوي. طيب مثال القسم الثالث ده إيه؟ حديث في الصحيحين من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير أو استسعى غير مشقوق عليه. فجدر قطني ده الحديث ده فين؟ في الصحيحين. فالدر قطني قال إيه؟ روى هذا الحديث شعبة وهشام وهما أثبت الناس في قتادة، ولم يذكر الاستسعاء. يبقى شعبة وهشام لما رووا هذا الحديث لم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استسعى غير مشقوق عليه، يعني العبد واحد عبد عند واحد، فسيده أعتق نصف العبد، أعتق نصفه. طب يبقى نصف الثاني لم يعتق. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لو هو يعني عنده مال ومقدرة هذا السيد يبقى إيه؟ يعتق الجزء الباقي. طب ما عندوش، العبد يسعى ويعمل عند يعني هذا السيد وعند غيره حتى يجمع من المال ما يفك أسره أو يفك عبوديته. فالدرقطني يقول إيه؟ إن هشام وشعبة أثبت الناس في قتادة، ولا ومع ذلك لم يذكر كلمة أو عبارة ثم استسعى غير مشقوق عليه، في حين أن سعيد بن أبي عروبة ذكر هذا الاستسعاء. يبقى احنا هنا في الحالة دي نعمل إيه؟ نرجح رواية من؟ شعبة وهشام، لأنهما أثبت الناس في قتادة. يبقى رواية البخاري دي اللي هي عن سعيد فيها ايه؟ فيها كلام. طيب رواية من؟ شعبة. غير البخاري. فمش هتفرق سواء في البخاري او في غير البخاري، هو بيتكلم على رواية بعينها عند البخاري ليس فيها الاستسعاء. يبقى الرواية دي حكمها ايه؟ يبقى فيها نظر. ماشي، الرواية في الروايتين في البخاري. نعم؟ الاعتراض باقي سواء كانت في البخاري او في غير البخاري. ما هو ده بقى الرد على الدرقطني. هل الرواية بتاعت شعبة وهشام دي اللي فيها التي لم يذكر فيها الاستسعاء تنافي رواية سعيد بن أبي عروبة؟
لا تنافيه. يعني بمعنى، هل النبي صلى الله عليه وسلم حرج على العبد في رواية هشام ورواية شعبة إن هو لا يستسعي وأنه يفك قيده من العبودية؟ لا. يبقى إذن يمكن الجمع بين هاتين الروايتين، وهذه الرواية لا تنافي رواية هشام وشعبة. وهنا هو ده الشرط الأول، إلا إذا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع. طب والجمع هنا مش متعذر، بل ممكن إن العبد يروح يستسعي ويحصل من المال ما يفك قيده، ليس فيها منافاة مع الرواية الأخرى. وكذلك سعيد بن أبي عروبة لم ينفرد بهذه الرواية، بل تابعه عليها آخرون، يعني آخرون رووا هذا الحديث عن قتادة وذكروا فيه الاستسعاد. وقتادة نفسه أفتى كما روى البيهقي، أفتى بعض الناس أو بعض العبيد أن يستسعوا لكي يفكوا قيدهم. والبخاري نفسه لما ذكر رواية شعبة قال واختصره شعبة، أو شعبة اختصر الحديث. يبقى معنى أن شعبة اختصر الحديث يعني في رواية أتم من رواية شعبة، ويبقى شعبة اختصر الحديث، يبقى ما فيش إيه تعارض بين هذا وهذا. يبقى ده كله إيه بنرده هنا على مين؟ على الدارقطني اللي بيقول إن هنا شعبة وهشام فيها الاستسعاء ورواية سعيد ليس فيها الاستسعاء. فنقول له ده ليس ردا، أو يعني لا يوجب عدم أو الزيادة هذه لا توجب رد الحديث، لأن ليس فيها منافاة، ولم يقل أحد بأنها مدرجة من كلام سعيد بن أبي عروبة أو من كلام أنس أبي هريرة. طيب القسم الرابع، ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كل منهما قد توبع. يعني بعض الرواة وصف بالضعف، ضعفه أئمة الجرح والتعديل وأخرج له البخاري ومسلم. طيب هل توبع على هذا أم لم يتابع؟ لا، توبع على هذا، يعني أخرجه آخر عن شيخ هذا الراوي بإيه؟ بنفس الإيه اللفظ أو بنفس المتن. يبقى هنا في متابعة، وهذه المتابعة يعني تنفي عن الحديث شبهة الضعف، إن المتابعة بتقوي. إيه هما بقى الحديثين اللي في كليهما راو فيه ضعف؟ أحدهما حديث إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل مولا له يدعى هنية على الحمى. الحديث بطوله. قال الدارقطني إسماعيل ضعيف، إسماعيل بن أبي أويس هذا ضعيف. طيب قال شيخ الإسلام ولم ينفرد به،
أي لم ينفرد إسماعيل بهذا الحديث، بل تابعه معن بن عيسى عن مالك. ومعن بن عيسى يعني ثقة، ثم إن إسماعيل ضعفه النسائي وغيره. إسماعيل اللي هو إيه اللي احنا بنقول إن هو ضعيف، وقال أحمد وابن معين في رواية لا بأس به، وقال أبو حاتم محله الصدق وإن كان مغفلا، ساعات يغفل. وقد صح أنه اللي هو مين بقى إسماعيل أخرج للبخاري أصوله، يعني إيه جاب للبخاري كده الأحاديث التي كتبها عن مشايخه، الدفاتر اللي هو كتب كان بيكتب فيها عن مشايخه، وقال للبخاري أهي إيه الأحاديث اللي أنا سمعتها إيه. فالبخاري قعد ينتقي منها، يعني برضو البخاري ما خدهاش إيه، لم يأخذها كلها، ولكن أخذ إيه ينتقي منها، وأذن له أن ينتقي منها، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثه. يبقى البخاري لما انتقى إيه الصحيح، لأنه كتب من أصوله. يعني البخاري ما سمعش بقى من إسماعيل، إسماعيل ما حدثش البخاري من حفظه، لا ده جاب له الكتب اللي هو كتب فيها. فيبقى لو كان الكلام اللي قاله أبو حاتم وإن كان مغفلا، يعني هو لما يجي يحدث كده من حفظه ينسى يغفل، طب لما يجيب له كتاب ويقول له خد منه هينسى؟ بالك النقطة دي، هو هنا ما بيحدثش من حفظه ولا حاجة، ده هو جايب له الكتاب وبيقول له انتقي منه، يبقى هنا ما فيش مجال للنسيان والغفلة. بالإضافة إلى أن البخاري لم يأخذ كل أحاديثه، بل إيه انتقى منها ما صح عنده هو. وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري، يعني كذلك أيضا مسلم أخرج له. يبقى لما يتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث هذا الراوي، يبقى هذا الراوي إيه يعني قد جاز، كما يقولون قد جاز القنطرة، مش واحد بس منهم، لا ده الاثنين بخاري ومسلم أخرجوه. ثانيهما الحديث الثاني حديث أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف، وفي رواية اللخيف، يعني إيه في رواية بالحاء ورواية بالخاء. قال الدرقطني أبي ضعيف، أبي ضعيف، ضعف أبي هذا ليس أيضا بمتفق عليه. الذهبي عندما تكلم عن أبي بن عباس قال إيه وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث، يعني أقل أحواله إنه حسن الحديث، يبقى كون إنه هو ضعيف دي مش أمر متفق عليه، في بعض العلماء ضعفوه وبعضهم حسن حديثه. بالإضافة إلى إيه إن شيخ الإسلام قال تابعه عليه أخوه عبد المهيمن، يبقى عبد المهيمن تابع أخوه أبي عن إيه؟ عن أبيه، يعني هما الاثنين الإخوات سمعوا هذا الحديث من أبيهما. نعم
لا متابعة عبد المهيمن دي في غير البخاري، عند غير البخاري. يعني إيه؟ عبد المهيمن روى هذا الحديث عن أبيه، هو نفس الحديث ولكن عند غير البخاري، يبقى هذه أيضا متابعة. القسم الخامس، قلنا ان هذا للضعف ليس بمتفق عليه. الرد القوي انه ليس هناك اتفاق على ضعف أبي، بالاضافه الى ان هناك متابعه من اخيه. أقل أحواله أنه حسن الحديث. لا، الأئمة السابقين كانوا يدرجون الحسن في الصحيح أو يعتبرونه من أقسام الصحيح. نعم؟ لا، كانوا يقصدون بالحسن أنه صحيح، بمعنى صحيح ولكنه أقل رتبة من الصحيح اللي هو في المرتبة العالية أو العليا، واخد بالك؟ يعني البخاري ومسلم ما كانش عندهم حاجة اسمها مثلا إيه، حديث حسن، ما كانش فيه حاجة اسمها حديث حسن. يعني ما تلاقيش البخاري يقول لك ايه هذا الحديث حسن، او مسلم، او الامام احمد. الائمه الاقدمين دول ما كانش من لم يكونوا يستعملوا لفظ الحسن، فكانوا يدرجون الحسن في الصحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن هذا صحيح بمرتبة أقل من هذا، وهذا في المرتبة العليا، وهذا صحيح ولكنه في المرتبة الأقل. لا، مش صحيح لغيره، صحيح لذاته برضه. واخد بالك؟ مش واضحة دي عندك؟ هذا الراوي غير متفق على رواه كثير جدا في البخاري ومسلم، ليس او لم يتفق العلماء على توثيقه. ليس هذا فقط، في رجال في البخاري ومسلم كثير بعض العلماء ضعفوه. ردنا هو على الكلام ده، ان هذا الراوي الضعيف هو عند جماعة ان هو ضعيف، وعند جماعة اخرين ليس بضعيف. فاجي انا اقول بقى لا، ده انا لازم اخد ده بالعكس، ده يعني اخراج البخاري او مسلم له هذا في حد ذاته توثيق له، وترجيح لجانب التوثيق على جانب التضعيف. وزي ما قلت لك في كثير من رواة البخاري ومسلم، يعني ليس يعني لم يتفق العلماء على توثيقه. رواة كثير لم يتفقوا إلا على الأئمة الحفاظ الكبار زي مالك والإمام أحمد والناس دي، لكن في رواة كثير لم يتفقوا عليهم وهم في البخاري ومسلم، بل بعضهم رمي بالتشيع، وبعضهم اتهم بأنه رافضي، وبعضهم اتهم بأنه من الخوارج.
وروايته في البخاري ومسلم. هذا المتابع هو يقوي هذا الذي في الأصل، هو يذكره في ليس في الأصل، ليس في أصل الباب، ولكن يذكره له كمتابع أو كشاهد، يبقى هذا يقوي هذا، واخد بالك؟ إمتى هذا الكلام الذي تقوله يكون متوجها؟ لما يذكره في أصل الباب ولا يذكر غيره، يبقى في الحالة دي نقول آه ده كده البخاري في أحاديث ضعيف أو مسلم في أحاديث ضعيف، لكن إن هو يذكره كشاهد أو يذكر الحديث وفيه راوي اختلف عليه، يعني لا تجد في البخاري أو مسلم راوي أجمع العلماء على ضعفه، لا تجد هذا مطلقا، واخد بالك؟ القسم الخامس ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم، فمنهما لا يؤثر قدحا ومنهما يؤثر. زي مثلا حديث شريك ابن أبي نمر عن أنس، وده في البخاري ومسلم، يقول أنس في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به قبل أن يوحى إليه، وإيه وشق صدره صلى الله عليه وسلم من قبل الملائكة وهكذا. فشريك طبعا كل العلماء لما تكلموا على هذا الحديث قالوا الإيه الإشكال من مين؟ يأتي من شريك، لأن هناك إجماع على أن الإسراء كان بعد البعث. فهنا أنس بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به قبل أن يوحى إليه، طبعا الحافظ وغيره لما تكلموا عن هذا الحديث، الحديث بيقول إيه؟ أنه إيه؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، كان نائما، وكان نائما بين اثنين في المسجد الحرام، قيل أن أحدهما حمزة وأحدهما جعفر ابن عبد المطلب، الاثنين أعمامه صلى الله عليه وسلم. قال لك حتى مع صح، يعني هنفترض ان هذا ان هذه الرواية صحيحة، طب هنحل اشكال انه اسري به قبل ان يوحى اليه كيف؟ الحافظ قال ما هو بيقول الرواية بتقول انه كان نائما، يبقى هذا كان في النوم، هذا كان ايه في النوم، وبكده يتحل الإشكال بتاع إيه قوله قبل أن يوحى إليه. فده إيه حتى يعني إيه وارد أيضا أن يكون وهم من شريك، وارد أن يكون إيه وهم من شريك أو من غيره من الرواة.
وأيضا مما تكلموا في حديث مسلم في الصحيح إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق المخلوقات في الأيام السبعة. فابن مهدي وابن معين قالوا إن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن القرآن يخالفه، والبخاري في التاريخ الكبير قال أن هذا من كلام كعب الأحبار وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو من ناحية الإسناد صحيح، لكن من ناحية المن فيه كلام. السادس ما اختلف فيه في تغيير بعض ألفاظ المد. إنه حصل وهم من الرواد. أن الرواة له رواة ثقات ورواته غير متهمين، فالإمام مسلم يذكر الرواية الصحيحة التي بلغت الدرجة العليا من الصحة، وهي كذلك في هذا الحديث. كن بقى إن المتن فيه إشكال ده شيء آخر، لكن من ناحية الرواية الحديث صحيح من حيث الإسناد. ناخذ بقول الإمام مسلم من ناحية الإسناد، أما من ناحية المتن لا، كلام الإمام البخاري أرجح في هذا الحديث، والحديث ده فيه إشكال كبير. كل من تعرض للكلام على هذا الحديث يذكر فيه هذا الإشكال، أنه مخالف للقرآن وأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. السادس ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، زي مثلا حديث ذي اليدين. عارفين حديث ذي اليدين؟ عارفينه ولا لا؟ حديث السهو، حديث السهو. هذا الحديث وجد في متنه اختلافات كثيرة، يعني مثلا منها هل النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين أو من ثلاث؟ هل كانت هذه الصلاة هي الظهر أم العصر؟ هل كانت هذه الوقعة قبل بدر أم بعد بدر؟ هل هذه الواقعة حادثتين منفصلتين أم حادثة واحدة؟ الحديث مروي من طريق أبي هريرة ومن طريق عمران بن حصين. فبعضهم قال ده قصة وهذه قصة أخرى، يعني هذا الأمر تكرر مرتين، وبعضهم قال لا ده هي حادثة واحدة، وده اللي رجحه الحافظ ابن حجر قال هي حادثة واحدة. فالمتن فيه اختلافات كثيرة، لكن هل هذه الاختلافات يعني يصح الجمع بينها ولا لا؟ يمكن الجمع بينها ولا لا يمكن؟ لا يمكن، يمكن الجمع بين هذه الاختلافات. حافظ ابن حجر لما تكلم على هذا الحديث في الفتح جمع بين هذه الاختلافات في المتن، يعني بما لا مزيد عليه،
وتكلم فيه كلاما جيدا، فيبقى ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح. لماذا؟ لإمكان الجمع أو الترجيح، إما أن احنا نجمع بين الروايتين أو نرجح واحدة على الأخرى. طبعا هو النقد المتعلق بالمتن يدركه كثير من العلماء، بعكس النقد المتعلق بالإسناد، هذا لا يدركه إلا الأفراد القلائل، الأئمة الحفاظ الكبار زي ما قلنا علي بن المديني، الإمام أحمد، أبو زرع الرازي، البخاري ومسلم، أمثال هؤلاء. لكن الانتقاد على المتن ده أسهل بكثير ويدركه الكثير من الانتقاد على الإسناد. والله تعالى أعلى وأعلى. أشد من الاعتراض اللي هو إيه؟ إيه؟ آه. الخمس أقسام اللي إحنا ذكرناها قبل كده ما فيها روايات مرجوحة؟ أصل القصة صحيح ولا لا؟ أو في مسلم؟ وهو إحنا ورد علينا الآن إن البخاري أو مسلم يذكر رواية ويذكر رواية أخرى مرجوح، إما لأنه يمكن الجمع بينهم أو إنه يشير إلى إيه؟ الرواية الضعيفة. يعني مثلا الحديث بتاع اللي هو اللي احنا ذكرناه دلوقتي، حديث شريك عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم أسري به قبل أن يوحى إليه، لما ذكر مسلم في الصحيح قال إيه بعدما ذكر هذه الرواية؟ قال وذكره شريك فزاد فيه ونقص وقدم وأخر، يعني زاد بعض الألفاظ وانتقص من بعض الألفاظ وأخر كلاما وقدم كلاما. يبقى إذا الإمام مسلم منتبه أهو في صحيح مسلم، لما ذكروا في الصحيح بعد ما ذكر قال ده شريك قدم وأخر وزاد ونقص. لكن إيه أصل القصة صحيح، لا لكن فيها يعني لفظ ممكن يكون وهم فيه شريك أو وهم فيه أي راوي آخر. لا يعني هو لما حيورد روايتين في بعض في أحد الروايات عبارة تنافي عبارة أخرى في الرواية الأخرى ولم يمكن الجمع بينهم فحنرجح رواية، ده حصل في إيه؟ في عبارة، لكن أصل القصة وأصل الحديث
ثابت هنا وهنا. لكن ايه، احنا هنرجح هذه العبارة في هذه الرواية على هذه العبارة في هذه الرواية، مش هيبقى الرواية كلها مرجوحة. ولو كانت كلها مرجوحة يبقى هذا الاعتراض صحيح. في هذه العبارة فقط. يعني مثلا حديث ذي اليدين ده، هو كان في صلاة الظهر ولا العصر؟ طبعا دي ما يمكنش الجمع بينه، هتجمع بينهم ازاي؟ فالحافظ مثلا رجح الرواية انها كانت بعد ايه، كانت في صلاة العصر. كون انه رجح ان هذه الحادثة كانت في صلاة العصر ينفي الرواية الاخرى او ينفي القصة في الرواية الاخرى؟ لا، ما الرواية الاخرى ثابتة ايضا. غاية ما هنالك ماذا حدث؟ ان الراوي وهم او نسي، فبدل ما يقول صلاة الظهر قال صلاة العصر او العكس. لكن اصل القصة هنا صحيح وهنا صحيح. فهنا طيب، هل هو في الظهر ولا العصر؟ لا، اكثر الروايات بتقول انه كان في صلاة العصر. هل معنى هذا انك تأتي وتقول ان قصة ذي اليدين ضعيفة في الرواية الاخرى؟ لا. الله يبارك فيك. ولو كانت العلة في المتن فيأتي بالمعلولة ثم بالصحيحة. فلو يعني قبلنا هذا البحث، فأليس هذا رد أيضا على من انتقد الأحاديث في صحيح مسلم بأنها معلولة؟ يعني نفترض أن هذه العلة غير قاطعة، ولكن نقول أتى الإمام مسلم رحمه الله بهذه العلة أصلا لبيان. صحيح، هذا كلام صحيح، وهو كلام الإمام مسلم بيقول عرضت هذا الصحيح على أبي زرعة فما كان له علة تركته، وما لم يعني يخبره بأن فيه علة أثبته. والإمام مسلم في كثير من الأحاديث التي يوردها يبين أن هذا الحديث فيه علة. والإمام مسلم لعله إنه هو بيورد الأحاديث، يعني ليس كما يفعل البخاري يورد الأحاديث الباب في مكان واحد حتى يبين الاختلاف بين هذه الروايات، فليس كما يصنع البخاري ممكن يذكر الحديث الواحد في 20 موضع. لا، مسلم بيذكرها كلها في موضع واحد، فحتى تستطيع أن تتبين هل هناك اختلاف ولا لا. وطبعا كلام الشيخ عوامة صحيح، ويعني هو شيخنا وأستاذنا، فماذا أقول أنا يعني؟ لا، هو طبعا شيخنا وأستاذنا، ويعني وقد أجازني رضي الله عنه. لا، ما طبعا إذا كان الشيخ عوام قال حاجة أنا ما لا أستطيع أن أخالفه. حد عنده سؤال آخر؟
الشيخ محمد عوام قال هذا. طيب 32 و78 ايه صح. صح، انت لو جمعت 32 و78 و100 كانوا 210. فتح الله عليك. صلحوها بقى عندكم في الكتاب. في حاجة تاني؟ فقدت. كيف يكون هذا؟ كيف يكون ناقلا؟ أوه نقل نعم، ولكنه تبنى هذا القول. هو المشكلة إيه؟ إن الصنعاني والشوكاني كانوا زيدية، هما من الزيدية، الشيعة زيدية. وطبعا الزيدية هم يعني إيه؟ أقل
خلوا طوائف الشيعة يعني تطرفا وكذا، وهم أقرب إلى أهل السنة، ولكن الشيعة تنكر الإجماع، الشيعة تنكر الإجماع، مش عارف اسمها إجماع. كلام الشيخ عوامة صحيح. حد عنده سؤال آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.